طيب، ثم ذكر بحرف العين نبات العرش. إخواني الكرام، الشيء الغريب في هذه الشجرة اللي هي العرش، طبعا اسمها باللغة العربية ذكره الشيخ ناصر أنها تسمى ماذا؟ تسمى اللي هي نسميها الخروع، زيت الآن موجود الخروع، أما في عمان نسميها العرش، وفي السواحل يسموها مون أو مون. لاحظ المسميات. ماذا تفيد هذه الشجرة؟ قال تفيد في اللدغ، تفيد عند الحامل عندما يكون في أيام الحمل، يعني تسهيل الولادة، وجع الأسنان والرأس. الشيء الغريب إن الشيخ ناصر بن أبي نبهان كتب كتاب كامل من 72 صفحة في شجرة العرش، بس 72 صفحة في شجرة العرش، نبتة مهمة جدا جدا لو كان يعرفها أو كان يعرف من يبحث عنها، في علاجات كثيرة، جذورها، أوراقها، يعني ساقها، الثمار، وغيرها من الأمور.